برنامج قرى الطريق الأسهل لإيجاد مركز الضيافة المناسب للطفل لزيادة الاستقرار الوظيفي للمرأة السعودية العاملة لتكون أكيد مطمئنة على أطفالها أثناء أدائها لمهامها وواجباتها الوظيفية في سوق العمل. إيش آلية البرنامج وإيش طريقة التسجيل؟ أكيد كله هنعرفه طبعا مع ضيفتنا في الاستوديو دكتورة فاطمة آل نصر الله، وأكيد معنا أيضا عبر الهاتف أستاذة نوف القحطاني. خلينا بس نبدأ مع ضيفتنا عبر الهاتف. أستاذة نوف حياك الله. اهلا وسهلا فيك، حياك الله. هلا وسهلا. طبعا استاذه نوف مدير برامج تمكين المنشات بصندوق تنميه الموارد البشريه هدف. استاذه نوف، لو تكلمينا شوي عن هالبرنامج، ولو تكلمينا كمان لايش يهدف وايش اليه البرنامج. طيب اول شيء يعطيكم العافيه على اتاحه هذه الفرصه انه نعرف بالبرنامج اكثر. طبعا برنامج قرة من برامج التحول الوطني 2020 اللي هي ممكنه لعمل المراه، وتحديدا تحت هدف زيادة نسبة المرأة العاملة في سوق العمل. تم إطلاق البرنامج نهاية 2017. الفكرة من برنامج قرة تتمحور حول أهمية توفير رعاية ذات جودة عالية للأطفال الموظفات، وتكون في مراكز ضيافات مرخصة، وإحنا يهمنا إنها تكون مرتاحة أثناء غيابها عنهم لتأدية عملها، وتقدر تستطيع مباشرة أعمالها وتركز كيف تقدر تطور نفسها. طبعا كل هذا نسعى لتوفير ذلك من خلال منصة قرى الإلكترونية. طيب أستاذة نوف، يعني أنا حابة أخذ شوية تفاصيل أكثر، يعني هذه المراكز الحاضنة هل هي موجودة في المدن الرئيسية أو موجودة يعني في أنحاء مختلفة في المملكة؟ كمان أبغى أعرف إذا كان في راتب محدد أو سقف أعلى للرواتب للأم الموظفة حتى ممكن إنها تسجل في قرى. طيب هي أكيد هي موجودة في جميع المدن الرئيسية اللي فيها مراكز مرخصة من قبل وزارة العمل أو وزارة التعليم. طبعا من الاشتراطات أن يكون الأجر الشهري للأم أقل من 8000، وتكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية. نعم. طيب احنا ما ذكرنا كم عدد، اذا تسمحي لي استاذ نوف نرجع شوي ونذكر كم عدد الاطفال اللي مسموح انهم هم يدخلون من ضمن البرنامج، او في اعداد معينه انتم سامحين فيها؟ فاذا تكلمينا شوي عنها وايش الاليه اللي انتم ماشيين عليها. طيب هو المسموح انه يكون يدخل برنامج قرة طفلين بحد اقصى. طفلين؟ ايوه طفلين. اوكي. في الآلية، الآلية سهلة جدا. طبعا هي تدخل على بوابة الطاقات. نعم. تكون مسجلة فيها، في نفس اللحظة تطلع الأهلية حقتها أحسن. بعدها بعد ما تسجل نفسها في البرنامج تنتقل إلى بوابة قرة. بوابة قرة مخصصة لتسجيل الطفل ورفع البيانات حقته. طبعا بوابة قرة فيها ميزة انها هي تقدر تبحث عن المركز اللي يناسبها حسب المسافة من منزلها او المسافة اللي تحبها من العمل، حسب احتياجاتها الثانية، لو هي حابة مثلا خدمة اضافية تقدم كوجبة هي تختار المركز اللي يناسبها وبالسعر المناسب وتحجز مقعد فيه. مجرد انها تحجز مقعد فيه تتوجه للمركز وتدفع الرسوم اللي عليها بعد خصم مبالغ الدعم. جميل. وبكذا هي تكون خلاص دخلت في البرنامج. طيب كمان كنت بسألك عن شغلة ثانية أستاذة نوف، يعني بنعرف أنه في كثير من الحضانات اللي موجودة في أنحاء مختلفة في المملكة العربية السعودية هي معتمدة وكمان مدعومة من صندوق التنمية تنمية الموارد البشرية هدف. هل في شروط معينة حتى تقدر المرأة تسجل فيها؟ ما في شروط معينة. قصدك مين؟ الطفل، شروط للطفل؟ ما في، أهم شيء أن الطفل يكون عمره أقل من 6 سنوات. طيب يعني لو تعطينا شوي نبذة عن الاستفادة من طبعا الدعم المالي اللي يقدمه البرنامج. طيب هو الاستفادة من الدعم المالي هو زي ما تفضلت قلت لك أنه لما تتوجه الأم للمركز ويتم تسجيلها
راح الصندوق يغطي 800 ريال من القسط الشهري، بحيث ان الام يس بحيث ان الام تدفع بقيه القسط من عندها كحد اقصى طفلين. يعطيكم العافيه استاذه نوف، يعني ارجع واقول انه هذه الجهود اللي بتقوموا فيها حتى تساعد المراه زي ما تفضلتي وذكرتي انها طبعا تمارس عملها وهي تكون مطمئنه ومرتاحه البال. ارجع